بوم متبعي قناة زراعة الأسطوح تيراسون بو، صباحكم مبروك. اليوم 23 مارس 2024، 23 مارس 2024 يعني دخلنا فصل الربيع. غادي ندير لكم إن شاء الله جولة في هذا الفيديو، هذا جولة على شجيرات ديال التين، ونشوفوهم فين وصلوا، وفي نفس الوقت نوثقوا الوقت ونوثقوا يعني النمو ديالهم بهذا الفيديو هذا. اذا تحياتي لكم. بسم الله نبداو من هذه البلاصه. هذه هنا كما كتشوفوا هذا مخيط اللي كيدير غله وحده، ما كيديرش جوج غلات. مخيط كان خرج هاد الحبه ديال الباكور، ولكن بطبيعه الحال ما كملاتش. هي هادي كما كتشوفوا، ندير البحث تما. المخيط هذا كنت وصلت به من عند السعبديله. الاخوان اللي كيتصلوا بيا وكيقولوا لي باغين الهاتف ديالي ولا باغين الشتلات، فانا راه ما كنبيع الشتلات، انا فقط كنتقاسم معكم هادشي اللي عندي في السطح. بغيتو الشتلات راه حط انا فيديو خاص بارقام الهاتف او لارقام هواتف بعض الاصدقاء ديالي، ما عليكم الا تتصلوا بهم وتفهموا معهم. ف انا كنصحكم انكم تاخذوا من عندهم لانهم ثقه، وفي نفس الوقت الا قال لك غادي يعطيك شي حاجه فهو غادي يعطيك الحاجه الصحيحه، ماشي غادي يعطيك كرمه وصلات النبي. يعني لقيت منين نقول ليه بغيت هاد المواصفات راه غادي يعطيهم لك. نكمل. هذه عين حجله، عين حجلة كتعطي غلة وحدة. عين حجلة من الأصناف الرائعة. هاد الشجرة هادي كنت خديتها، هاد الشتلة كنت خديتها من عند السي عبد المجيد. غادي تلاحظوا واحد الحاجة اللي غادي نوريكم دابا، أنا خدام كنوريكم، نقدر الفيديو يكون طويل أولا فقط إلا بان ليا بأن راه غادي ندير لكم غير التكرار، فأنا غادي نحبسو وفقط نقدم لكم بعض 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 الشلات اللي غنوريكم. هما بحال دابا هاد الامراض اللي كتشوفوا، بحال دابا هاد المرض اللي غنحاول ما امكن انني نوريه لكم، اذا كان باين بون ما باينش، نشوف من هاد البلاصه واش غادي يبان ليا. فوالا شكرا، ما عرفتش غيكون باين ولا لا. هو هذا ليسونسييل، هذا مرض قشري، مرض يعني واحد السينكوشني اللي هي مرض قشري، واللي بدا كيبان على الاشجار ديال التين مؤخرا. فخص ضروري خصك تحيد. انا بما انني ما كنعالجش بمبيدات، فما عليا الا انني نستعمل اليد ديالي ونخدم باليد ديالي. لاحظوا معايا هنا غيكون المهم ماشي مشكل، شي حاجه اللي غتكون شي حاجه سامبل. هنا المهم اصناف كثيره الحمد لله، وغتلاحظوا من بعد ان شاء الله غادي نوريكم بعض الاصناف، وغادي يبان لكم بان بعض الاصناف بدات كتخرج الكرموس ديالها. كنعتذر ان بعض المرات كنكون كنصور حتى كيبان لي بان راه الفيديو ما كيصورش مزيان، ما كيكونش واضح مزيان. هنا غادي يبان لكم الكرموس، راه هو الكرموس. هنا راه كاين المنظر الاحمر، وكاين كذلك حفر البغال، وكاين الطويل اللي هو هذا، كاين كذلك الورناكسي اللي كنت قلمت من الفوق. علاش كنت قلمتها؟ على جوج الحوايج. الاولانيه انني يعني نقتسم بعض العقل مع بعض الاصدقاء، مع الصديق ديالي سي محمد. في نفس الوقت الى لاحظتوا بان الحيط ملهيه الفوق، غادي يبان لكم الحيط، غادي يبان لكم واحد الضريبه تما. هذيك الضريبه تما كانت محطوطه الورناكسي، يعني الشجره ديال الورناكسي كانت محطوطه على داك الحيط، الوغ بدات كتضرف في داك الحيط، يعني كاين ضرر ليها وكاين ضرر حتى للحيط للسطور. دونك قطعتها وغنحاول ما امكن انني نوجهها في هذا الاتجاه، يعني اتجه لهذا الجهه، اتجه لهنا ما تبقاش متجهه للجهه الاخرى اللي متجهه لهنا. دونك كما كتلاحظوا دابا حاليا راه سي بون، راه مزيان طوميو، غتشوفوا الافرع كاملين اللي خارجين لهاد الجهه.
وغتمشي ان شاء الله. هذه لا كول دو دام غريز، لا كول دو دام غريز كما كتلاحظوا، وغتلاحظوا حتى هي راه بداو بعض الحبات ديال الكرموس كيبانوا. ها هما حنا في 23 مارس 2024، باش تعرفوا امتى كيخرج الكرموس. هذه المنظار الاحمر اللي مطعم عليها، وها مكان طعم باقي شادو. بالنسبه للناس اللي كيقول لك امتى نحيد البلاستيك امتى نحيد، انا بالنسبه لي خليت هذيك العقده خليتها. علاش؟ باش يبقى، باش صلاه على النبي، باش يلتئم. كنعرف بعض المرات كيكون الريح، كيكون بزاف الحوايج ممكن انها تهرس. انا كندير لي دعامه حتى شد، ودابا حاليا خليته. دونك هادشي اللي كاين. في نفس الوقت كنوريكم يعني بعض الاسعار. لانطانا عندي جوج الالوان، فيها جوج الالوان، فيها هاد اللون الاصفر وهاد اللون الجميل جدا كذلك. ايوا السيترون كافيار، ولكن ماشي ما نتعطش لكم في هادشي، نبقى غادي في التين. بالنسبه لهادي، هادي ورناكسي، وغتلاحظوا بان الحمد لله الحبات ديال الباكور يعني راه ما شاء الله. هما الحبات ديال الباكور. البرناكسي كيدير جوج غلات. الغله الاولانيه ما كتكونش كثيره، الغلات ديال الباكور ما كتكونش كثيره، والغله ديال الكرموس كتكون كثيره بزاف الحمد لله. كيحتاج للذكر بطبيعه الحال. هنا اصناف اخرى من ضمنهم بحال دابا هذا الصنف هذا اللي كيبان لكم هنا، هذا راه خنفشه، صنف خنفشه. ها هو حداه برشومي، حداه بون المهم بقاو معايا نقول. هذا حريش. هنا الاصناف الجديده ديال هاد السنه، هذا واحد من الاصناف الجديده ديال هاد السنه. غير نشوف الاسم ديالو، ها الاسم ديالو هنا عندي. هذا عنق الحمام، عنق الحمام. ايوا نديكم الهدي. شو دابا يعني راه ماشي كلشي كيكون ناجح، راه كيكون الحاجه اللي ناجحه والحاجه اللي ما ناجحاش. هذا العسل، هذا العسل عنده واحد يعني، هذا كنت خديت عواد من عند السي محمد الفحصي من الشاون، وقدرت انني نخلي عندي جوج شلات، قدرت انني نخلي عندي جوج شلات. بعض الشتات يعني داكشي الاخر كنت عطيته الاخ ديالي، هنا خليت جوج شلات. هاد الشله يعني راه هادشي راه دابا تقريبا ماشي لا ماشي ديال 2023، هذا 2022 اللي تشتلات فيها في 2022، يعني العام الفايت حتى كبرات مزيان. وقع ليها واحد البروبليم، وقع ليها مشكل، بان ليا بان راه كاين عندها مشكل. فاش جيت كنقلب لقيت بان راه بصح ايفيكتيفمون العود اللي غادي يبان لكم هنا، هاد العود هذا الزرق اللي نورمالمون درت ليه الزرق من الفوق، هذا بدا كيبان لي بان كيبس. اش درت؟ قطعت من هنا وخليت ان الخلفات يخرجوا. الخلفات بطبيعه الحال خرجوا، كبروا مزيان، مشاو بخير، ما كاين حتى مشكل. قلنا صلات على النبي هذا العام هذا ان شاء الله غادي يعطيو الكرموس. اليوم يعني فاش، ماشي اليوم زعما، هاد الايامات فاش بداو كيبانوا لي كلشي الشتلات، بداو كيخرجوا الاوراق ديالهم، كلشي فايق، كلشي هادي هادي كتبان لي ما فيقاش، كتبان لي بان راه باقي ما بغاش تفيق. جيت كنقلب كتلاحظوا هنا قشرت بطبيعه الحال. في التقشيره ما غاديش تقشر بحال هكا، كتقشر بهذه الطريقه. عفوا بلاتي، بون هاد الطريقه ها هي. كتقشر شويه باش كتاكد واش اللحاء باقي خضر، يعني واش باقي نورمالمون حيه. كنقشر كنلقى بان اللحاء هنا راه يابس، كنلقى اللحاء يابس. فوالا ها هو اللحاء. قلت ارا نقشر لتحت، زدت هبطت لتحت قشرت، كنلقى اللحاء يابس والشجره السلام عليكم ماتت. وكتبدا تحاول ما امكن تهبط بشويه بشويه، ابخي هبط لتحت كاع كنلقى اللحاء يابس. اش كتعني؟ كتعني بان الشجره مشات. وهذا الاشكال هذا مناش كيكون؟ كيكون من تعفن ديال الجذور، كيكون مشكل ديال الجذور.
علاش بالضبط هذه بوحدها؟ الله اعلم. لان العسال عندي شتله اخرى وغادي نوريها لكم اللي حتى هي مشات. واش العسال، واش هذا الصنف هذا ما غاديش يصدق عندي، واش ما بغاش يصدق عندي، الله اعلم. دونك هذه هادشي اللي لاحظت دابا حاليا بالنسبه للعسال، ها هو راه ما بغاش يصدق. دونك هادو الاصناف الجديده اللي نورمالمون ديال العام الفايت، كنتمنى ان شاء الله هذا العام ناكل منهم ونتقاسم معكم، ويعني نتقاسم معكم المذاق ديالهم ونتقاسم معكم يعني المميزات ديالهم كما درت العام الفايت الى حين نصيد ربي. دونك بزاف ديال الاصناف اللي هما جداد، بزاف ديال الاصناف راه هنا كلشي ها هو بحال هذا عين مبارك، هذا شكخوا غيكون واحد من هذا، شنو هذا المدار شكخوا، يمكن اسمحوا لي المدار، هذا المدار. المهم الاصناف كلها تقريبا اللي عندي راها ايدونتيفيي، الا بعض الاصناف اللي نورمالمون اللي وقع لي فيها مشكل بحال تاع مريوت. هذا الوزاني ها هو راه نورمالمون بدا كيفيق، حتى هو كان خلعني. هذا حتى هو غادي يكون واحد من الاصناف القديمه، غيكون هذا زريقاش خو، يمكن غيكون واحد من هادو، واحد هذا ولا هذا، واحد فيهم برون تركي، برون تركي. انا نشوف، انا نتاكد دابا ونقول لكم، بقاو معايا انا كنشوف معكم مباشره. دونك اسمحوا لي، هذا البرون تركي، دونك هذا هو البرون تركي، هذا هو البرون تركي، وهذا زريقه. المهم الاصناف كاملين، هاد الحرقه اللي كتشوفوا هنا كلها راه غادي تحيد ان شاء الله، راه غادي نحيدها، راه كنحيدها بشويه بشويه. هذا البرشومي، هذا اللي كاين هنا، هذا تين جاسم، هذا اللي كاين هنا القوطي، ها هو القوطي. على العموم هذا نايض من بدره، وغتلاحظوا حتى هو راه تقل. علاش؟ حيت كنت حولته ما فهمتش اش وقع لي اكزاكتومون، كنت حولته لهذا السطل، هذا كان في السطل اقل وحولته لهذا السطل، وبان لي بان راه يعني تقل في سميتو ديالو. ما عليناش، ماشي مشكل. على العموم كاين بزاف ديال الاصناف ها هما كاينين هنا، بحال دابا هذا كان اعتقد في الاعتقاد ديالي ما انه ما فاقش، ما فاقش زعما يعني راه صافي صلات عندي فوالا. دونك راه صافي يلبس، وفي الغالب غادي يكون الجذور ديالو. اللي بغيت نقول لكم هو بان بعض الاصناف اللي كنتمنى انها تصدق ليا، مع الاسف مع الاسف ما عرفتش شنو بالضبط شنو وقع ليها. هذا عين مبارك، مع الاسف ما عرفتش بالضبط شنو كان، شنو وقع اكزاكتومون. زعما رديت ليها البال، بقيت حاضيها، مي مالوغوزمون مالوغوزمون دونك ما غاديش تكون عندي هاد السنه هادي. بحال تاع مريوت، بحال مسقوطه، هادو كلهم اصناف اللي كنت معول عليهم. هذا العسل الشتله الثانيه، بون الشتله الثانيه فين هي؟ ما كايناش، راه حيدتها. يبسه حتى هي، ها هي راه تلاحظوها، ها هي العود ديالها، وغادي يبان لكم هنا بانها، لاحظوا معايا بان الجذور ديالها وهذا الفرع هذا اللي لتحت صافي بدا كيموت. هذا كيكون بعض الامراض الفطريه اللي كدير هذا الشيء، وكذلك قوه الماء وهذه. انا ما كنسقيش بزاف، كنسقي عند الحاجه. هذا الدكر راه كنت دويت فيه ودويت عليه، هذا الدكر الشله ديال الدكر، خص دابا حاليا الحشره ديال البلاستوفاجا، هذه القضيه ديال الدكر خص ضروري ندير عليها شي فيديو، ضروري ندير عليها شي فيديو، لان عاوتاني غندير شي فيديو يكون صغير باش الناس تفهم وتعرف، لان كاين واحد المغالطات كثيره بزاف. ما عليناش، ماشي مشكل. انا نبقاو معايا هذا الرمادي، هذا الرمادي انا كنشوف معكم، شوفوا اكزاكتومون شنو كاين. هذا شكخوا غيكون الشعري، هذا الشعري، هذا الشعري، هذا بون. المهم كاين اللي نورمالمون كنت نقلتهم مؤخرا وما كنتش درت لهم ليدونتيفيكاسيون. هذا القناوي، هذا صنف مشات لي السميه، هذا الشتوي الملكي، هذا التايجر الشتوي الملكي، حتى هو نفس الشيء كان وقع ليه، يعني خرج التمرات، خرج الباكور، الوغ بانه راه كيدير غير غله وحده، كان هي راه غادي تسقط، راه كتبان بان غادي تسقط. عين حجله، عين حجله كما كتشوفوا، عين حجله ممتازه، ها هي
يعني حاجة ممتازة. كما قلت لكم بعض الأصناف ديال العام الفايت، العواد هما، كاين أصناف اللي نورمالمون مزيانة غدا مزيان، وكاين اللي لا. هذا شكون يمكن الغدان، هذا الغدان كنت حولته لهذا السطل، هذا المضار الخضر، ها هو هذا الفاسي، وغادي تلاحظوا ما شاء الله، يعني الفاسي ما شاء الله الباكور ديالو، ها هو ما شاء الله هذا الفاسي، هذا ما بقيتش. انا غنشوف لكم السميات ومعايا شتي هذا هو باش مزيان هاد لي طونتيفيكاسيون. هذا بلون اغيغو، بلون اغيغو، هذا الغدان، هذا المدار، المدار الكحل، المدار الكحل، هذا التايجر، هذا العبروقي. بعض الافات كما قلت لكم بحال دابا مثلا هنا تاكل الاوراق، غيكون شي حشره بدات كتاكل في الوريقات، ماشي رتيلر. رتيلر غادي نوريها لكم ابخي ان شاء الله. عين حجله شخوا، عين حجله اخرى، المساري، بون، كاين هذا راه الغدان، هذا ماشي عين حجله، هذا الغدان. بالنسبه للناس ديال الغدان، لا حكا راه نورمالمون خمسه الاوراق، لا اللي كيكون تلقي حداتي كيدير خمسة الاوراق، اللي كيكون تلقي جون سي با شنو. ها انت، ها هما الغدان، ها هما ثلاث الاوراق، ها الغدان ورقه وحده على العموم، ها عين حجله ورقه وحده، ها عين حجله ثلاث الاوراق. المهم مساري، عينا ما نشرحوا هذه القضيه ديال الناس، ولكن لله يلاه. هذا شتوي الحميري، ها هما خمسة الاوراق، وتجي مثلا تلقى ثلاث الاوراق فيه في نفس الصنف. هنا رتيله، هاد الشيء اللي كيبان لكم هنا، هادي الاصابه بالرتيله، الاصابه بليزاكاريان، ليزاكاريان. كنعتقد هذا بالضبط هاد الشتوي الحميري غادي ندير ليه الدواء، بما انه بعيد على الحوايج اللي نورمالمون كنكونسوميو بحال الفول. بحال دابا مثلا هاد الفول هذا غادي نحيدو من هنا، وابخي غادي نصوت عليه الدواء ونشوف في ديك الوقيته. بطبيعه الحال انا راه عارف وفاهم بان راه غادي تصوت، الا كانت عندك ارتيله في بلايص اخرين راه بحال ما درتي حتى شي حاجه. كاين حنا المهم اون فاريان بيرد، ما غاديش نخسر حتى شي حاجه. هذا صنف حتى هو من الاصناف اللي كنت حولتهم مؤخرا، هادو ما كنتش درت لهم السميه، كنتمنى واحد في هادو انه يكون تاع مريوت، هادو اللي ما كنتش داير لهم السميه. هذا العسل، عندي تقريبا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاصناف اللي ما كنتش درت لهم السميه، بحال دابا هذا، بحال هذاك اللي وريتكم. هنا كاين البرون تركي، كاين شخوا هوجنت، كاين هذا اللي يلاه كيما قلت لكم حولته. شوف راه حيت كنت ضربت على السميه القديمه، هذا نوار اغيغو، هذا ماشي الناس اللي كانوا، راه ماشي لا لونغ دوت، راه لا غود دور، هذا اللي عندي هنا، هذا سي لا غود دور ماشي لا لونغ دوت. بالنسبه للاخوان اللي كيعرفوا، اللي كيعرفوني ومتبعيني، راه ماشي لا لونغ دوت، راه لا غود دور. هذا اللي كنت خديت من عند الاخت ديالي من فرنسا، هذا لا غود دور اللي كانت غرست الوالده ديالي الله يرحمها. على العموم دونك كما قلت لكم، كاين الحمد لله اصناف اللي هي مزيان، اللي غدا مزيان، وكاين اللي شويه. هذا شكون هو التايجر، التايجر هو هذا، هو هذا التايجر، وهذا ما بقيتش عقلت اكزاكتومون، غنكون قيدت السميه ديالو كلكو با. هذا المدار، فوالا هذا المدار، هذا الغدان اللي مع الاسف الغدان كان تصاب ليا في الصيف بواحد عندي واحد لو ستريس وعطش، وتقريبا صافي حتى بدا كيموت. الوغ حيدت ليه كل شيء، دوك الفروع اللي هي نورمالمون يابسه، وبدا كينطلق، ولكن راه ما دار لا باكور لا حتى شي حاجه. داك ليت منو الباكور الحمد لله شحال مره. الغدان الاخر اللي كاين حتى هنا، اللي كاين هنا حتى هو كيبان ليا مصاب، هذا الغني
الغني كذلك راهو كيبدا كيبان لك بان راه بدا كيخرج في الكرموس. فوالا نمشي للفاسي. الفاسي بالنسبة للفاسي كاينين جوج الحوايج. الصح افيكتيفمون كاين هنا كيبان لكم بان هنا راه خارج في العود القديم باكور، كيبان لك هنا من فوق من الورقة كيبان لك بان كرموس. اروح كل لا الخلافات اللي نورمالمون خصها تكون هي هادي، هي هاد الخلفة هادي، هي هادي ديال هاد العام، ديال هاد العام خصها تكون هادي. دابا هذا كنخرج قبل من الوقت، كنخرج قبل من الوقت، خرج قبل من الوقت ربما ما عرفتش شنو كان وقع ليه اكزاكتومون وخرج قبل من الوقت. وبالنسبة لينا خرج الكرموس، انا بالنسبة لي خرج الباكور. السي عبد الله شاف الفيديو قال لي لا راه الكرموس، والمهم انتوما تحكموا. غني ما دار حتى شي باكوره، ما عرفتش علاش بالضبط ما دارش الباكور. شجره بجوج ديال الغني ما داروش الباكور. بعض المرات كنتعطل في السميه لان كننسى شي واحد هنا. المهم واحد فيهم حافر البغل، واحد هذا ايطالي، هذا الايطالي، يا اما هذا يا اما هذا، واحد فيهم ايطالي، واحد فيهم حفر البغل، واحد فيهم شي سميه. انا غنتاكد هذا الايطالي. دونك هذا هو الايطالي، هذا هو الايطالي، هذا بالضبط شنو هو، هذا بالضبط راه مكتوبه فيه السميه ديالو. دونك ممكن اننا نعرفوه، ممكن اننا نعرفوه حفر البغل. ايوا هذا تينتجو نقول لكم السميه ديالو، ما مقيداش عليها ولا التقطعات ولا شي حاجه بحال هكا. والمهم هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للشتلات. غايبان لكم هنا الشتوي، الشتوي الملكي كذلك، وغايبان لكم هذا زريقه. اذا هادو هما الاصناف اللي عندي حاليا والحمد لله اللي غاديين مزيان. كاينين بزاف ديال السطوله ولا ديال بحال دابا مثلا نعطيكم مثال. هذا خصو يكون دابا خدام، خصو يكون مخرج. هو راه ما ناشفش، يعني ما ناشفش، كان خصو يكون دابا حاليا مخرج، خصو يكون مخرج الوراق ديالو. نتسنى عليه واحد شويه، ما كاين حتى شي حاجه، راه نورمالمون غادي نستغل السطل ديالو. على ذكر السطل، فاللي بغيت نقول لكم هو بان بحال دابا مثلا هذا، نعطيكم مثلا هذا او ثاني، هانتوما تلاحظوا بان ها هو بدا كيخرج. هذا راه قلت صافي راه مات، ولكن صبرت عليه، ها هو بدا كيخرج. دونك كيما قلت لكم السطوله، غادي نحاول واحد من هاد السطوله هادو، سيغتو هادوك اللي لهيه، انا نوريكم هادشي. هاد هو لو طرافاي اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله، وغادي نتقاسمو معكم بطبيعه الحال. غادي ناخد هذا مثلا، هاد السطو اللي كتشوفو، هاد السطو هذا، وغادي ندير فيه ان شاء الله باذن سيد ربي هاد الفالونسيا، فالونسيا ليت. فوالا دونك هادشي اللي غادي ندير، هاد الفالونسيا. بغيت ننقل كذلك هاد الناظور، ناظور كوت، ننقلها لشي حاجه ما اكبر. كاين الاشكال اللي عندي هو بان كما تشوفوا بان الطوبه ديالها كبيره، دونك غادي يكون ما خاصنيش السطل بحال هذاك، غيكون خاصني محبق، غيكون خاصني شي حاجه اللي هي كبيره. الاشكال انني الا مشيت تحولت المحبق، فلما غادي نبغي ننقلها مثلا نبغي نديها معايا للبلاد، فغيصعب في ديك الوقيته انني نديها للبلاد. دونك خصني نفكر 100,000 تفكيره عاد غنبقي ناخذ لا ديسيزيون. يلاه السلام عليكم، تبارك الله عليكم، الله يعاونكم ويرجعكم امتياز.